أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في جلسة هذا الأربعاء من برنامج مسار السوق، حركة ارتدادية لمعظم الأسواق الخليجية على الرغم من تجاهلها هذه المرة للتراجعات الحادة للنفوط العالمية. أذكر بداية بأبرز العناوين. برنت يتراجع دون $50 للبرميل لأول مرة منذ مايو 2009، والأسواق الخليجية غير معنية. الأسواق الإماراتية تخالف التوقعات، دبي يقفز أكثر من 4%، أبوظبي يرتفع 2.6% بدعم من الطاقة. الديار العقارية تقوم بتحويل أسهمها في بنك الخليج التجاري إلى جهاز الاستثمار القطري. قرن قابضة تنسحب من البورصة الكويتية وسط اعتراض المساهمين. مع التراجعات الملحوظة في أسعار النفط الأخيرة، وخاصة بعد قيامها بسقوط قوي حر من مرتفع شاهق، كنا نتوقع أن يدق ذلك أعناق الأسواق، لكن الأسواق يبدو أنها تستفيق وتعتبرها إصابة رياضية لا أكثر. وسوق أبو ظبي العاصمة يعود الارتفاع بنقطتين وستة أعشار النقطة المئوية، سوق دبي يرتفع بأربعة وأربعة أعشار النقطة مسجل مكاسب بمئة وخمسين نقطة إلى 3600 نقطة. بقية الأسواق الخليجية كيف تفاعلت مع هذا الأداء؟ وأذكر من جديد دبي لم يعطي فرصة اليوم للدخول أو تجربة فرص بيعية، كان هنالك نهج من الشراء. نتابع البقية من الأسواق الخليجية الأخرى، ولدينا البورصة في قطر ارتفعت بسبعة أعشار النقطة المئوية، على الرغم من أن صناعات قطر القيادي أعلى وزنا على المؤشر كان قد سجل تراجعات 86 نقطة. لدينا مكاسب للبورصة القطرية إلى 11898 نقطة. السوق الكويتي بقيت في نطاق مختلف، خاصة 15 قيادي اكتفت بهذه المرة حالة الاستقراء فيما يتعلق بنتائج أعمال الشركات، ربع النقطة المئوية من التراجع. ارتفاع للسعر 4 أعشار، الموزون كان بين أن يرتفع وبين أن يتراجع. سوق مسقط الأوراق المالية سجل تراجع، لا ننسى أن مسقط تحرك بعض من العوامل الخارجية الداخلية، وربما كان أبرزها هو العجز في الموازن الذي سيمس بشكل كبير جدا مجموعة من المشاريع، خاصة على شركات تتعامل داخل السوق. البحرين أصغر الأسواق الخليجية، يأتي متراجع لدينا ولكن بأقل من 10 النقطة المئوية. أحجام وقيم التداولات هل تغيرت؟ هل الارتفاع لدينا في سوق دبي صاحبته عودة تدريجية وإن كانت للقيمة أو حتى الأحجام؟ القيم دبي الحقيقة وإن كان الأعلى بين الأسواق الخليجية، لكن قيمة التداول فيه كانت متواضعة 215 مليون دولار. تلاهوا في هذه القيمة قطر، الكويت، أبو ظبي، والأقل 8 ملايين دولار كانت لمسقط. وفي أحجام التداول لدينا دبي بقرابة 450 مليون سهم من التداولات، الثاني كان الكويت، أبو ظبي بقرابة 130 مليون، لدينا مسقط وقطر أيضا كان متوازيان بحدود 12 مليون سهم من التداولات. هذه المرة ونبقى في الأسواق الإماراتية، حيث توقعت المجموعة المالية إرمس أن ترتفع أرباح 9 بنوك إماراتية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27%. المزيد في التقرير التالي. مذكرة بحثية أصدرتها المجموعة المالية هرمز توقعت فيها ارتفاع الأرباح الصافية ل9 بنوك إماراتية بنسبة 27% خلال الربع الأخير من 2014، في حين قد تتراجع أرباح الربع الأخير من 2014 أيضا بنسبة 9% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات البنوك الإماراتية بنسبة قدرها 10% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، في حين أشارت التوقعات إلى تراجع إيراداتها بواقع 2% خلال الربع الأخير من 2014 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. ومن ضمن هذه البنوك المتوقع ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من عام 2014 بنك أبوظبي الوطني
الذي قد يحقق ارتفاعا قدره 27% مقارنة بالفترة المماثلة من 2013 لتصل أرباحه إلى 1,360,000,000 درهم. أما بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني فمن المتوقع أن تنمو أرباحه بنحو 58% خلال الربع الأخير من 2014 لتبلغ 1,060,000,000 درهم مقابل 673,000,000 درهم حققها خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وأشارت المجموعة المالية هرمز إلى أن أرباح بنك أبوظبي التجاري قد ترتفع بنسبة 26% خلال الربع الأخير من 2014 لتصل إلى 1,000,000,000 درهم مقارنة ب 793,000,000 درهم حققها خلال الفترة المماثلة من 2013. وبلغت نسبة الارتفاع المتوقعة لأرباح بنك الخليج الأول 1% خلال الربع الأخير من 2014 لتصل إلى 1,380,000,000 درهم مقارنة ب 1,370,000,000 درهم والمحققة خلال الربع المماثل من 2013. نحلل أكثر أداء الأسواق الإماراتية تحديدا وما يحدث فيها مؤخرا، وخاصة فيما يتعلق بسوق دبي الذي غابت عنه أحجام قيمة التداولات لتعود من جديد جلسة هذا الأربعاء، وتعطينا ربما أمل بأن السوق سترتد. معي في استوديو البرنامج السيد محمد علي ياسين العضو المنتدب بشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا فيك رو. عندما نعجز الحقيقة عن تفسير ما يحدث في الأسواق نلجأ إليك دائما. جزاك الله خير. وهذه المرة تساؤلات كبيرة من المشاهدين والمتابعين، ما الذي حدث تحديدا جلسة هذا الأربعاء؟ ليش عادت السوق للارتفاع؟ هو أعتقد من الأمس، إغلاق الأمس كان هناك إغلاق قوي عكس اتجاه النازل، سكر السوق على تقريبا عوض 1.5% رغم أنه كان يعني في مرحلة وصل 4.5% هبوط، سكر 3.4 أو 3.5 بدبي. وجدنا اليوم فتح على مستوى كان في قفزة عنه تقريبا 1% وصلت ل 1.5، وبعدين بالنص لقينا في شوية ضعف، صار في عمليات بيع نزل ل 0.6. آخر نص ساعة برضو رجعنا شفنا دخول شراء مرة ثانية رفعوا إلى مستويات 4.1% خلال جلسة اليوم. الجيد أنه أحجام التداولات كانت أفضل أيضا من ناحية قيمة التداولات، وأنا برأيي أنه ما يحصل يعني ورأيته اليوم هو دخول عمليات تجميع عم بتصير خلال جلستين التداول الأخيرات، والأغلب عم بيكون هذا دخول مؤسساتي أجنبي وربما إقليمي أكثر ما هو أفراد، لأن الأفراد لازالوا الآن في مرحلة التشكك وعدم اليقين من واحد توجه السوق، وموضوع من موضوع ثقتهم في عودة ثقتهم إلى الأسواق فيما حصل بعد التراجعات الأخيرة اللي ترينها الأسبوع الماضي. للأسف دائما الشك يغلب الثقة، لذلك الشك يأخذ معه ويحرق كل شيء. لا أتحدث عن يعني شك بين حبيبين، أتحدث عن شك بين متداول والسوق. حرق تقريبا نصف القيمة السوقية لمعظم الأسهم عندما قامت عمليات المارجن مكثفة أخذت تقريبا نصف هذه القيمة. كيف سنعيد هذه الثقة؟ كيف سنعيد نصف السيولة التي فقدتها السوق؟ السيولة الفعلية التي فقدت نتيجة البيع الفعلي اللي هو نتيجة تغطية الهامش اللي صار مثلا بشهر 12 أول أسبوعين واللي صار بشهر 7 حتى يوم أو شهر 6 الماضي، هذه السيولة فقدت ولن تعود. الطريقة الوحيدة أنه تعود فيها أنه ترجع تتكون ثروات مرة ثانية عند المستثمرين، ولكن هناك عملية إعادة هناك خسائر تكبدتها المستثمرون نتيجة انخفاض محافظهم، نتيجة انخفاض أسعار الأسهم. يعني بعض المحافظ وصلت إلى مستوى، إذا كان وصل لمستوى نقول مثلا 500 مليون، نقول مثلا في شهر 5 أو مع نزول السوق اليوم صارت تسوى لها 250 مليون. هذه اليوم ممكن ترجع إذا كان المستثمر حافظ على هذه المحفظة، لم يقم بالبيع وعادت أسعار السوق لارتفاع. عودة أسعار السوق الأسهم لارتفاع تحتاج إلى أكثر من عامل. الثقة، العامل النفسي جزء مهم، وهذا العامل النفسي اليوم إحنا في عندنا كثير منه ضعف نتيجة لعمليات ضخ فكرة أنه مثلا أسعار البترول تؤثر على أسعار النفط، أسعار النفط تؤثر على أسعار الأسهم، عملية أنه والله عمليات البيع والضغوط الموجودة دائما، عمليات أنه ما سمعنا عن عمليات إيقاف بعض المستثمرين، أنه توقعات أداء الشركات، أنه كيف سيكون أداء الشركات في ظل أسعار بترول وميزانيات 2016. والواقع أنه المستثمر أنا برأيي اليوم خاصة الفرد عندنا بأسواق الخليج، إحنا أسواقنا أفراد معظمها، هؤلاء الأفراد اليوم مش عارفين، ما عندهم مش اتجاه صحيح، وهذا عملية التشتت اللي عندهم عم بيخليهم ما ياخذوا قرار صح.
طيب. يعني الحقيقة يعني نواجه مطالبات بتوضيح الأمر. عندما تم الإعلان أنه تم إيقاف عدد من المتداولين وفي نفس الجلسة تقريبا يعني بعدها بجلستين غابت عنا السيولة مرة واحدة وأحجام التداول، شكينا أنه اللي تم إيقاف التداول عنهم هم متنفذين اعتباريين في السوق وليسهم أفراد، وخفنا الحقيقة على الأسهم الثقيلة أن تشهد هذه الحالة من الارتداد. هل تبينت الأسماء وتبين أنه بالفعل هم مش أشخاص اعتباريين ربما أفراد ولكن عليهم بعض من المآخذ من قبل الهيئة؟ أنا أتفق معك بشغلة أنه اليوم عملية عدم الإعلان، يعني الهيئة ربما كانت توازن ما بين عملية أنه هل نقوم بالتشهير بهؤلاء الأفراد أو لا نقوم بالتشهير. وأنا برأيي هون إذا كان هناك تحقيقات وكانت هناك النتائج محققة، وضع نشر الأسامي هو محافظة على السوق، لأنه عدم نشرها لفترة اليومين ثلاثة جعل كل مستثمر محل شك. وبالتالي سوق أبو ظبي بالأمس نهاية الجلسة بعد تعميم أعلن فيه الأسامي الأربعة، وسوق دبي اليوم بعد الأربعة نفسهم هذول، لأنه القرار عم بيجي عن طريق الهيئة، فالهيئة يوم توقف مستثمر توقفه بالسوقين. وهل تبين أنه عفوا نسبة ملكيتهم يعني قوية في السوق؟ شوف فعلا يعني مش يعني هم المتسببين في الأسامي الموجودة. لا أنا من معرفتي بالسوق هم كانوا كبار متداولين مضاربين، واحد أو اثنين منهم تكبدوا خسائر كبيرة في هبوط السوق بشهر ستة. أيضا ما يحصل هذه ليست نتيجة تداولات يوم أمس ولا الشهر الماضي، هي تداولات ربما من ستة أشهر أو ثمانية أشهر. وبالتالي اليوم أن نربط عملية هبوط حجم التداول بإيقاف هدول لا، ولكن عدم معرفة من هم الأفراد كان له دور سلبي، لذلك الإعلان كان إيجابي. النقطة اللي ناقصة في هذا الإعلان سترولا، وأنا أعتقد يجب الكل يعرف أنه إذا بده يحاول يتلاعب في الأسواق المالية يجب أن يعرف أنه يتحمل تبعاتها، أن نعرف التلاعب كان على ماذا. هل هو كان تلاعب بتحريك سهم برفعه؟ هل هو عدة أسهم؟ هل عمليات تفريق سعري في عمليات تداولات غير محققة؟ عشان يعرف كل واحد شو اللي إله وشو اللي عليه، ويتم منع في المستقبل أي واحد بده يحاول تلاعب بالأسواق. مصلحة الأسواق هي مصلحة اقتصاد وطني، هي أكبر من أنه يكون أي فرد أنه نخاف أنه هو يتشهر فيه أو لا إذا كان هناك خطأ. هذا جزء، ولكن أنا برأيي أنه هو ليس سبب، يعني نيجي نقول أنه هذا السبب نزول السوق، لا. نزول السوق أنا برأيي اليوم هو عملية أنه العوامل السلبية التي رأيناها من عملية ربط النفط في أسعار الأسهم، وعملية التشكيك في قدرة الاقتصادات على تحمل مثل هذه. ورغم أنه كل الميزانيات اللي سمعناها حتى الآن هي إيجابية لعام 2015 وأكثرها دبي، لذلك أنا برأيي اليوم يعني المستثمر اليوم يجب أن ينظر إلى الأساسيات. يعني نحكي اليوم على الفاليو انفستر، مستثمر بقيمة وليس مستثمر مضارب. أرجو أن تبقى معنا طبعا أستاذ محمد. ننتقل أيضا إلى مجموعة من الأخبار، وكان قد قال عضو مجلس إدارة شركة مسار سوليوشنز سيد فارس المزروعي أنه سيتم طرح 240 مليون سهم للاكتتاب العام في سوق أبوظبي الأوراق المالية، سيخصص منها 200 مليون سهم لكبار المستثمرين من الأفراد والمؤسسات و40 مليون سهم لصغار المستثمرين من الأفراد وكذلك المؤسسات. الشركة رأس مالها بيكون 600 مليون سهم، نعم، على درهمين فاصل 4 يعني اللي بيكون قريب على المليار و400. بنطرح من 600 مليون سهم 240 مليون، 80% منها اللي هي تقريبا 200 مليون بتكون لشريحة كبار المستثمرين أفراد ومؤسسات، والشريحة الثانية بتكون لصغار المستثمرين اللي هي 20% ما يعادل 40 مليون تقريبا، 40 مليون سهم. نعود بعد قليل ومع ضيفي السيد محمد علي ياسين. جلسة الأربعاء هل هي إشارة للدخول إلى السوق أم ننتظر إلى المزيد؟